السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، بصحه جيده وفي احسن الاحوال. المتتبعين الاعزاز ديولي، اليوم جبت لكم عرض لواحد الشقه جميله وجات في موقع جميل وجميع المرافق متوفرين وجميع المواصلات متوفرين. قبل ما نبدا كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم وعلى الكلام الطيب في حقي، شكرا لكم، وكنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم يا رب. ومرحبا بالمتتبعين ديالي داخل الوطن وخارج الوطن، مرحبا بكم، ومرحبا بالناس اللي يلاه دخلوا جداد القناه، مرحبا بكم، كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم يا رب. وعلى بركه الله كما كتشوفوا معايا حنا كنتواجدوا في شارع محمد السادس. هاد البارطمان هادي راه جات في موقع جميل وجميع المرافق كما قلت لكم متوفرين وجميع المواصلات متوفرين، وراه كاين حتى الترام. هذا هو الباب الرئيسي ديال الاقامه كما كتشوفوا معايا، اقامه نقيه مصلوحه، اقامه جميله وجات في موقع جميل. بالنسبه للاقامه، الاسم ديال الاقامه اقامه النصر، شارع محمد السادس كما كتشوفوا معايا. بالنسبه لهاد البارطمان هادي راه كتواجد قرب سناك الفطوره كزوم، جات في موقع جميل، جميع المرافق كما قلت لكم متوفرين. ودابا غادي نطلعوا ان شاء الله تشوفوا معايا البارطمان، كتواجد في 5 ايطاج راه كما كتشوفوا معايا كاين لاسانسور، بارطمان جميله. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على ثلاثه البيوت وصالون، هاد الشقه هادي راه فيها ثلاثه البيوت وصالون. الله يجازيكم بخير، ما تنسونيش من الجيمات والبارطاج القناه مع العائله والاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم الى عجبكم المحتوى من طبيعه الحال، باش تعم الفائده وباش الجميع يستافد ان شاء الله، وحتى انا تشجعوني نزيد نحط اكثر. كما كتشوفوا معايا لا لونطري ديال البارطمان ديالنا، كنلقاو صالون تبارك الله كبير ما شاء الله كما كتشوفوا معايا، يعني صالون فصالته زوينه. بالنسبه للشقه راه مشمسه، وسمحوا لينا بالنسبه للتصوير حنا صورنا بالليل، هذاك الشيء علاش كيبان لكم الظلام. فيها صالون وثلاثه البيوت لا كويزين والحمام. المهم تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا جميع المعلومات بخصوص هذه الشقه هذه. وغادي نعاود معكم المعلومات ديال هاد الشقه هذه. بالنسبه لهاد الشقه كما قلت لكم كتواجد في شارع محمد السادس، اقامه النصر، جات قرب سناك الاسطوره كزوم. بالنسبه للشقه راه كتواجد في 5 ايطاج، كاين لاسانسور. بالنسبه للمتراج فيها 82 متر. مشمسة على طول النهار وجات في موقع جميل، راه كاين حتى الترام وجميع المواصلات متوفرين وجميع المرافق متوفرين. كما كتشوفوا معايا لا كويزين تبارك الله ما شاء الله، راه كاين حتى الباركو. بالنسبه لاكويزين ايكيبي، وبالنسبه للثمن السيده تطلب فيها 67 مليون قابله للتفاوض. اللي بغى يجي يشوفها مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معنا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. شقه رائعه صراحه وجات في موقع جميل، وبالنسبة للجديد راه دائما كاين الجديد ودائما كاين بارطمان ان شاء الله غادي نشاركهم معكم. ما عليكم الا تابوناو في القناه باش في من نزل شي جديد ان شاء الله يوصلكم.
وغادي نذكر معاكم حتى البارتمات اللي تباعوا باش الناس اللي دخلوا جداد يعرفوا البارتمات اللي تباعوا والبارتمات اللي مازال كاينين. بالنسبه للبارتمات اللي تباعوا فالبارتمان اللي كتواجد في حي الرجاء تباعت، البارتمان اللي كتواجد في اقامه نور سيتي بروميير ايطاج ودوزيام ايطاج تباعوا، وبالنسبه للبارتمات اللي كيتواجدوا في شارع محمد الزفزاف تباعوا. البارتمات اللي تما عندنا تباعوا، تباعت البارتمان ديال اقامه وليلي. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على البرنوسي القدس، راه كاين عندنا بارتمات في البرنوسي القدس. وبالنسبه للولفه، بالنسبه للبورغون، راه كاين عندنا بارتمات. اللي بغى شي حاجه مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معنا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. بالنسبه للبارتمان اللي كتواجد في اقامه الحريري، راه مازال كاينه، اللي بغاها مرحبا. بارتمان جميله، الطابق الاول 80 متر، راه مازال كاينه، اللي بغاها مرحبا. وبالنسبه للبارتمان اللي كتواجد في اقامه الادارسه شارع الحسين السوسي، حتى هي مازال كاينه، بارتمان جميله، اللي بغاها مرحبا. بالنسبه للحريه، البارتمان اللي كتواجد في اقامه الحريه حتى هي مازال كاينه. وراه كاين بارتمات، يعني ما غاديش نقدر نذكر معكم البارتمات كاملين، راه كاين بارتمات في القناه. دخلوا القناه، اي بارتمان عجباتكم مرحبا، تواصلوا معنا وجيو شوفوهم مرحبا. بالنسبه لعين السبع، راه عندنا بارتمات في عين السبع زوينين، اللي بغى شي حاجه مرحبا. وكنتمنى دائما نكون كنفيدكم يا رب، ونكون عند حسن الظن ديالكم، ونكون خفيفه على قلوبكم، وانتم بدوركم. الى عجبكم المحتوى ما تنسوناش من الجيمات وبارطاج القناه مع العائله والاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم، باش تعم الفائده وتشجعوني حتى انا نزيد نحطي اكثر ونزيد نجيب لكم الجديد ان شاء الله. وراه كاين بارطاج غادي نشاركهم معكم في متناول الجميع. بالنسبه للبارتمان اللي كتواجد في اقامه جميل، راه مازال كاينه، شقه جميله كتواجد في الديور، خمسه السكان اللي كاينين، وعندك نصيبك في السطح، يعني السطح مقسوم، كل واحد عنده حقه في السطح، عندها بيت في السطح. وبالنسبه للشقه، راه كتواجد في بروميير ايطاج، مشمشه على طول النهار. كما كتشوفوا معايا، راه هاد الشقه جميله ما شاء الله، مصلوحه نقيه، والثمن كما قلت لكم راه قابل للتفاوض. بالنسبه للمتراج فيها 82 متر، اقامه محروسه، راه كاين جريده وكاين مسجد، يعني جميع المرافق متوفرين. المهم تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا جميع التفاصيل بخصوص هذه الشقه هذه وجميع المعلومات. الناس اللي باغين يحطوا عندنا العقار ديالهم مرحبا والف مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معنا ان شاء الله، نديروا معكم الوقت بالنسبه للتصوير. والناس اللي ديجا حاطين عندي البارتمات ديالهم، راه ان شاء الله كاملين غادي نحط البارتمات ديالكم، راه غير كيكونوا الناس قبل منكم، داكشي علاش، راه ان شاء الله كاملين غادي نحط البارتمات ديالكم. والله ييسر الامور للجميع يا رب. والناس اللي ما جاوبتهمش في الواتساب، الله يجازيكم بخير، عاودوا تواصلوا معايا باش يطلعوا لي الارقام ديالكم. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على اناسي، الناس اللي كيسولوا على البارتمان ديال الباب اناسي تباعت. بالنسبه للبارتمان اللي كتواجد في السلام جوج، راه مازال كاينه، بارتمان جميله، طروازيام ايطاج، ثلاثه السكان اللي كاينين، الثمن ديالها هو 36 مليون، قابله للتفاوض، اللي بغى يجي يشوفها مرحبا. راه كتواجد في الديور كما قلت لكم، وحتى هي فيها ثلاثه البيوت وصالون.
وكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش كما قلت لكم من الجيمات والبارطاج للقناه الى عجبكم المحتوى، وبان لكم كيستحق التشجيعات ديالكم فما تبخلوش عليا. والى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.